لو بطلنا نحلم نموت. شعار رفعه شاب طموح اتولد وتربى في حي السيدة زينب وسط أرض مصر الطيبة وأحيائها الشعبية العريقة. بدأ الحلم يكبر يوم ورا يوم بعد ما تعلق بالرياضة وحطها هدف ومشروع نجاح. مشروع نجاح كل خطوة فيه كانت بتدل على تحدي ما يقدرش عليه إلا شخص واثق من نفسه وقدراته، اسمه حسن مصطفى. حسن مصطفى اللي اتكلم لغات كتير عبر مشوار طويل، لكن لغة النجاح كان لها مكانة خاصة عند رمز كرة اليد اللي بدأ المشوار لاعب ثم مدرب ثم أكبر مسؤول عن اللعبة في مصر والعالم كله. من 37 سنة رفع الدكتور حسن مصطفى راية التحدي وقرر يكون لكرة اليد المصرية مكانة وبريق وإنجازات، وقاد اتحاد اليد لرسم الخريطة والتخطيط لمستقبل كل الناس وقفت له انتباه. قرارات تاريخية ومواقف عظيمة هتفضل في الذاكرة عبر كل الأجيال، وأصبح منتخب مصر كرة اليد واحد من أهم وأفضل وأشهر منتخبات العالم. مصر تصعد لمنصات التتويج في كرة اليد بفضل رمز كبير اسمه حسن مصطفى. تمر الأيام وتكبر الأحلام علشان يتكتب في التاريخ بحروف من ذهب اسم مصر في السجلات الدولية، الدكتور المصري حسن مصطفى رئيساً للاتحاد الدولي لكرة اليد مع بداية الألفية الجديدة. ومش بس كده، بيفضل محافظ على المنصب الرفيع 6 دورات متتالية وسط تقدير من العالم كله. النهاردة بنزور الرمز الكبير الدكتور حسن مصطفى اللي له أفضال كتير على لعبة كرة اليد علشان نقول له شكراً ونرد له جزء من الجميل.